حديث صحيح وجابر بن عبد الله ورينا يو وحو الرسول كوكوري صلى الله عليه وسلم أيامها أمام مالمها الدنيا ذا وحا أفضل بضان طبان كمالموت أهو الرئي بشا ذي الحجة لا إرادة يعني عشرة ذي الحجة أي كفص راوه قيل ولا مثلهن في سبيل الله مركا الرسول كو وحلا ويديي وقفك جهادك كتر هوشا أدقبنا ينا عمل كيسو ميانو كفضل بضنين كمال مهلا قبنا نبي وحي كتواب عليه الصلاة والسلام ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عقر عفر وجهه بالتراب عمل كمال مهلا قبنا يا كفضل بضن حتى جهادك قف كتغون كسوك الهريب مو يعني أما كشهيدي كسا كفضل بضن كرا وحا أفراد أيامها فضل قوضة كم ذا يوم عرفة كتيرة يوم عرفة مالك عرفة الدعاء الدون الدعاء استو وقف فضل بدنا إلى الدعاء سنة مالك يوم الحج الأكبر مالك حج كوين أيا علماء قار كود كف السرين ومالك ذنوب تلا دافي نارهنا إلى هاي الطومها وكحرين يي ملاكتنا وقف أنا يوم ومنين تهلك عيسو صباح أرنت الشنات إما المها فضل جوذا الشيء سأو حوي أن مالك عيد عيسنا كتيرة ورسول كوري صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر ما المها إله يكتي سأو حو فضل بضن أما أوين مالك حولها الجورع عيد وحكوحي مالك كوبية طبنات نقعي إلي ما المها عمل كحجك لقودنا يا مالك السديدات و يوم التروية الله يرى مالك بيها لون أستنى حج يا يوم عرفه سقالك يا يوم النحر أو يوم الحج الأكبر مالك حج وين عملك حج فرا بدن لجودنا يوم عيدة يوم القر يا مالك إلا النجاني وكوبية طبنا سو نبي قوم عبد الحي عليه الصلاة والسلام يوم النفر الأول يا مالك هر الله قديم كلا يا حجك يوم النفر ثاني يا مالك إلا بعد سجنا حجك لقد درير يجي وصدحية طبقة مالك فضل جيس وحكم إذا اجتماع أمهات العبادة فيها عبادوينك أيا كل ما وينا ابن حجر رحمه الله مركو شرح يا وح في كتابي فتح الباري بخاري قال وكشر حياه وحليه والذي يظهر أن سبب في امتياز عشر ذي الحجة وحقو سبب إن فضل جن أيشان ويشاء مالمهن أيشان فضل إن تعلق وحكل ما عباده يواوين الصلاة والصيام والصدقة والحج صلاة دي بكتير تسين وكسون المال بكم غنين صوم بكتير مالمهن سين شيخ دونا وحيابا في عام حكم إذا صوم كودا صدقتي وضحيتي بالله قال يا هديك بالله قال يا وحيابا هسا سنة واجب نقول يا حجك نو كتيرة مركا أركان الإسلام كي ووينا إنتو ذي بضابة كتيرة بولايا ولا يتأتى ذلك في غير أيامها كلام كل ما انتاس وحل بعض النبي وحسي عليه الصلاة والسلام سده ربا ينصر شيئنا عملك أيامها لقبنية إنه يعملك أفضل بضا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام عمل لقبته أو كفضل بضا عملك ما المها لقبته مجرب النبي عليه الصلاة والسلام وحل انت سير راعة محاس الله اللي قد ذالي دينو قرنين ما المها لي عمل كوذ بين فضل بضا لقبنية محاوسي هبونا إن كده ذالي دونا أيامها نحذو ذا وحين كده ذالي نكو عدى إلى هاو صخري أداء ومناسك الحج والعمرة إن حجك عمرة ذي عدي تكتسيو ناكسنة وقتا يقو أق أن أيامها نفضل قو ذا أن فرصة يسكلو بني نبقنا عليه الصلاة والسلام فضل حجك عمرة ذا دين بضب كورها لبدا عمرين تكرح حيسي لهي دين بقول عفابو نبقنا حاجك أدوانك وقصة ما فلينا أبا المرين كلمة لها أن شنادا هين وحسنا يا مهن إنه قفك الصوم والصوم وكقاته إلى حديث القدس لها يوحو إنه أبو بشاري قفك الصوم يا هيرك إيا فضل قولي
كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قفك عملك وصمينا يوداني سكا اسكالة صومك مويا صومك ألالة أنا كأبال مريني يبا إلهي سبحانه وتعالى مركا صومك سيدي سنين ونقنا يا فرض كين ونقنا يا نبينا عليه الصلاة والسلام سكا روح وقسي هدلي مالك عرفه الله صوبة قفكي ديغان كيسي جوغة اندي حاجة هوشة كوچرا هين مركا وحو نبي عليه الصلاة والسلام حديث كمسلم كسوك ناس يام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة والتي بعده إلهي وحن كقسوك يا ونأجري كقدونا يا صومك مال انت عرفة إنه يقرر فدنبي سنة كي هوري دنبي قد عاي يا كصوص علماء كصوص علماء انت بدن عبادوين ككما بدن إلا الشيخو هل كانوا بينكو أركين معنى إلا مال انت صومته إلهي وحو كاقرنا في دنبي سنة هوري كان عاي يا سنة كصوص علماء سيدنا سكعته رسولك صلى الله عليه وسلم صلاة ديبا يدنا دونك وكد دار ياسيبا شمع إيا مسجد كينو كنتو كذا أيامها وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فرل اسكدا يا فرل قفك ويلا لي وحفظا يا سنة هنو كد دار يا مركز تو سنة بضيو أدونك إلهي بوسي دوان يا سلاح حديث القدس يخصو غلف وحين بدينا إن أيامها التكبير والتحميد والتهليل والذكر ذكر جاكلا وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقف والبوس هلنين يين حسك إلهي بدين أموك لقادين النبي عليه الصلاة والسلام عمل الله ما المها لقبنا يو ذكر جنا كوب كيهاي سيد فعل أهان كفسيران أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر سيد البخاري كسوغان يا أبي هريرة وحين يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرها بتكبيرهما سوق يبحث أبي هريرة يا عبد الله بن عمر مركا الله أكبر بوضع عيد كهر يكذب تتكون مركا سيلا آخر أيام كل كاسا سوق هل كان إنك بوق وكبذية يقوحة وكلية هاي بوق يقيبيو يوحي نوعاه تكبير تاسا كور او كعي شرط سوق واصحاب تأيه ضدك مسلمين تهال كاتشوغا اي الهي وينين شرين سبحانه وتعالى ايقو هوله دا وطاطرة سيدوك عبد الله بن عمر ورنقان كالنبيق آذو ايقان شرين سنهيس مركا امينة شوغو آد بو اخري شرين الى منا اوردن اي صبح دا ايه دون التكبير وقوحة التكبير تلمغي شرين وحنا يبدنا شرط عذ والبقار كذا يعني سق تكبيران شرط وحياة وصلناها وحكم إذا صدق وح بحنت أيامها فرحدة الله بحيا وح إلهي بوح يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناك من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وح بحيا بقول هاي أنت عن قيامه إيمان مالك قيامه مركو يمادنا قفك فرصته ما هيستو باع مشتري يا صاحب وحسيه يا وحب بحيه طورا عملك وحرمي وابا المريض مركا ايامها وحب حين كرتان وحب حيه بالله سبحانه وتعالى وحل بحين يلا وحا وصي فضل بدن حولها لغو قليو بيت الله الحرام يا حرمك لغو قليو هديو يا هديي واجبك ها يا هديو يا كي سنها هلبل وحي نوكسون هاي النبي محمد عليه الصلاه والسلام بقول جيله أيو قال سنتك وسحج حجة الوداع بقول قيله هذا بضنوي يا إنك دين ربضن أنتي بضني دي سجع قعنتي الشريف كاكو جورعي علي بن أبي طالب روري صدم كي سهرين أودي بي رسولك صلى الله عليه وسلم كقفك أوادو لحتى يسجوا هل كان شوقو أدران كريا سحرم كلا أقو قلا وحكرا سنة أضحية له قفك مركو هل كان شوقو حقلا يا وهدي ريركي سمرك وشوقو مالك عيد يا صدح لما المودة كذا بيا حوله وقال يانا تسمى أضحية أضحية الله إذا هذا شكو شروطان اللي ونفك أضحية ذا قالون بهدي جنا قليا رسولك حوري لبضة مال انت سقالات نينك صوما لبس الندود ذنب نفكود إن إلى حيسيو أي نفر شيء يا أبو رسولك صلى الله عليه وسلم سندي تكتي وحيد ذنب يقف يخضع إن قد عيب إلى هي إن قد مسحيا
سند صوص عطنا علم دو حي راهدين ملبوك هو قري ما يوحي خلنا إكارنا هدي إلهي وكوافتشيو أو مالنت إلهي درتي أدو صانتو ومالنت سجالات وإثنين تن إنه صوص عطا إلا بدل مالن بدل إنك حيان مية إنانش علينا إنه إلهي دم بيجينا نافو مية إنانش علينا إنه إلهي إسك كين عفيو مية إنانش علينا إن طريق الصحراء الرب وإنه وافتشيو ولا لي الجواب تهدي هات هاي ما أنت سجالات أبشر يينك تيجي سون كي جواسون مهم أوي رسول كوح شاعي صلوات ربي وسلامه عليه بش أول سنها بش صاصعة ما أنت إذا طبناد وما أنت فرعون الحلاقي يا إلهي نبي موسى بدبادي ما أنت أنا وحيد إنك صام الرسولك صنّد بان إلهي وبرجين يا إلهي عيد بنافك إليه دنوب تعالى دافع يا خكبائرتكم تشيران دنوب تعالى قد دافع يا لبذا سنة لقار دافع يا أما هلك سنة ذات لقار دافع يا ودنوب تصغائرتا يا دنوب تكبائرته توبة أباه أنتاي توبة يا الله كما مارمانا قفكو إنو ليمات وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون قدب كينكو بعد وين أجانا مالن تريقيمها إلى ذهاي يلا بس ندودن بيجي إنو يهي إنك قرافيو الله إنه وافتشيو قدب كين الله بعد رسول كين صلواته صلى الله عليه وسلم وحقري طبعاً كان مال مود الدنيا ذا إنه يهين طبعاً كأو قيمها بدن طبعاً كأدوية أوردن مال ما أدوية أقو قيمها بدني وطبعاً كان فود إن جوسوهايا رسول كأن أنا شجعي طبعاً كأقو قيمها بدني نهيم وحصار إلى رجل عفر وجهه بتراب نك وجه جبرد كلاط دراي إحوله سلنا دعو النفتي سلجويو إلهي درتين حوشا سيعي أقول عدو نك أمبا مال ميسو أي مال ما هنك أجري بدنيهين ولا ليال نبي محمد بحديث كابزار وصاري ابن حبان وصو صاري البانين وتسعيحيي وحي الرسول كليه هي مالمها وقيمها بضاني ومالمها قدب كأن صدحات مالمها وحكو تشيره مالنت لو يقان يوم الحج الأكبر وطبنك مالنت اللقو قبي قبيين يوم ومالنت طبناد وي وحكو تشيره يوم مغفرة الذنوب مالنت إلهي دنبيض أرنان وطرطراء ما أمسحو وحكو تشيره يوم العتق من النيران مال ما إلهي ضدك ناروه أي واجبين نارها وكحرين ما هكوي أهل شنها هابا نار لك حرين إياه كوي نارتو أي واجبتي أهل النار كأهان لها إلهي نار كحرين إياه مال انت سمالين سهلا ما هو مال انت طبناكوي ومال انت أجرق إياه أبالك الله قيبين إياهوي ومال انت إبليس كأغمرو قبضين يهيوي مال انت إبليس كأغمرو قبضين يهي مقالو ينكود استي إيا عظمدو سمايستي إيا ضدكو إسكو هبايستي إسكو تبريتي أيو إلهي سبحانه وتعالى قبي أهم بك بابئين إياه مركاس اللورنا يا إنت أسوأ وحبا ضد بعض هبايستي دين بيقوكي بوان نافي أهل النار بادوكو تلقى شيء نارتو وهلكو قلن نغضان أهل شنا من كاردقاي ومال انتو إبليسكو أغن نحدين تبذن يهي ومال انتو طبنات إيه بشنوي ولا ليال مال انتاسي مال سهلا معها وطبعاً كمال انت اللي قبل قبلين ايو لكن لمس يوم ايضا او سنو صنكو سنو معها مال انتا وقضب كينا صدحا افراد وي قضب كاسي ان اينو اغانو طبعاً كان اينو جرتو مال انتا الهي ضدك ناروه واجبين ونارها كحرين ايو قضب كينا افراد طبعاً كان مال مود وحكو جرا يوم النحر وأفضل أيام السنة علماء قاركوت سيدة أي قبان رسول كأنه حديث كأبي داود إيا النسائي أي سووريين البانين وتسحيحيين وحكويري أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر ما أنت يوم النحر قال لي لا يا أهو فضل بضن أما أهو قيمة بضن وإلهي لولو هذا سبحانه وتعالى ولا ليال طبن كان مع المودين كتلنو وطبنو عاصو كلاء أشهر الحرم كي أي كمديهين سنة كي ما أنا كوكا بجبون يو نورنا ما أنا يسيد أن أركي دون بإذن الله تعالى ذي الحجة ذي القعدة يا كوريسي ذي الحجة وابشنا إنو كجرنا سنة كي عربي جاها أما إسلامي جاها يا نورنا ما أنا يا مالمها آت كوكي مها بضن أي إلهي بشا أي كجرات إنو كوكا بجبي سنة كا وسنة كان إسلامي جاوي ابن حجر وحلاية هي مركو بخاري شرحي فتح الباري
والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادات فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره. أركان الإسلام أيا بشن قفك أولا سمعي يا ذالي أهدا أركان الإسلام كأولا بشن لأولا سمعي وحدوك تهي حجكي بشن اللي قدين يا حجك وأركان الإسلام وحدوك تهي صونكي ما لنت نواك الرسول كره إلا صومه أجري بدن بكو جرى ما لنت سقالات صونكي أجري بدن بكو جرى برسول كيري صلوات ربي وسلامه عليه أو صونكي بلقه لي زكدي ما كجرت او صدق الله حيسا يا وحباد بحين عيسى وقدم كاني صدحات صلاه دي ما كجرت صلاه دي بينتو كنينا توحيد كي ما كجرو صلاه كست اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ما الله هي اركان الاسلام كي ايا بشن لو ود قبان ايا دمانتون لكن بلاها كاله حجك كم مقنان يا ابو يران بشن باشنتي الركن اركان الاسلام با قفك وذا سمين يا يو لقيا بعدد وذا سمين لهلو ولا ليا الأركان الإسلام كي باكو كل مي وابن حجر باكولة أمهات العبادات كي باكو كل مي سداس أيو قيمه وسرية رسول كان وحي لصلوات ربي وسلامه عليه مركو كهد لي معلمهن حديث كإمام البخاري وسوري ما من أيام العمل صالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام متشران معلمه عمل كصوبا إلهي حجي سلوبك القعيل بذنيه هاي معلمها مولي هذا بحديث كاسي عمل كصوبا بولي صانو المعرن عمل كصالح أبالي معلمها انتبانكا وحا إلهي لو قد واذا ذكر قا كمدا وحا إلهي لو قد واذا صدق قا كمدا وحا إلهي لو قد واذا قرآن أخرس قا كمدا وحا إلهي لو قد واذا إصلاح ذات البين با كمدا ذاتك إسهي أول إسكو سوچيلو أمل إسكو سوچيلو وحا كمدا صانكا صانك وامد كمدا عائشة يا الله جها يا إني تري رسولكم معلمه سوهم يشري ما أرج مدي ذي يسوع كل هذا تري رسولكم سوهم يشري ما أرج إلا لي يهيسونكم يشرو نك الصوم وعمل صالح أيه ليمي أجري بدن أيه إلهي أقول دوانا يا سبحانه وتعالى ما لنت سجالات سجارة أيه رسولكم أحصي أو إيه لسونك هو متفق با ورب ما له ما لنت سجالات العمل صالح ما من أيام العمل صالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله وللجهاد في سبيل الله جهادك كور بي لهذين ميورك قيمة بطنين عملك صالح يا مال مهلا قبان أيوه ورسولك يري وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري ننكا انتو نفي مال بلبحه وحبا أيوسو نقوى يا نفي مال با أمبا مالمان إنك عملك صالح أصمين إياه كأجري بدنانك رب الرسول كيولي ولا ليا المالمان إلهي ما كنت عارتي هبين ندو ذا أيو إلهي كنت عارتي الله عظيم كينوح كنت عارتي شيء عظيم أمبا كنت عارتي وين ذا أي مالمان إليهين أي دليل أطهي أما أي إنة سنعيان إلهي ما كنت عارتي والفجر وليال عشر ويد الله عيان كنت عارتي تبنك هبين نوان كنت عارتي بشن ذي الحجاء وغرية إله عظيم كا أيا مالمان كو دارتي سو إنوتو سي قيمه هو عربتي جاهيل جاهي إن إلهي ربي يا رسول تونا أن أقولني مالمان مركا لا سو غلا يا بلا حرمد له كي أبها ديلي يا كي أديكا كو داوعي يا كي هانتيدا بوباي نينا صاحبتينو ديسك فريسيني سين بو نكون جيرين وحبا ما يالي جيرين آن من بعد أشهر الحرم عربت آد بي أحب يالي وينين جيرين ولا لا يالدنوب تلا نعي سأل سمين أيوه هذا بدنوب تاسيوا معظم آد بيقوين تاي مالما نوعا عن أوكلاء دم بيد الله سمين أيوه تسألان دم بيجا أدب داسو قصة ما يسوع إياك هاد مساجد قصة ما يسوع يسوع قيس كود دم بيه وكلوين يا إلهي أكتيسه وياك هاد مساجد قصة ما يسوع يا كحن أو كفالحن كاتسو قصة ما يسوع مالما عن إلهي سبحانه وتعالى وكرجع موسم الخيرات مالمان إلهي إن الليل يتببرك الله ينوفري مالمان نفتين الله عربنا إيه حق الربي إنه قطمين إنه ينحمها إيه مع سيادة كفوغا أنه أما الدنوب تأنكر ليرانه أيه آدي آدي ونكسن أفر تاقضب أيه نفت إذا إيه نفيه النبا أن حسوسين لها أو مالمان قيمها بضن كتيرا هداد نفت هذا كو قد قصب يسر عبادة إيه خير كهداد كو قصب يسو أدلت بتاق انت إلهي ما كوب الله قاضيها لنهدينه محور ربي كذا بيسيه لنهدينهم سبولنا أبو كذا بيسيه ما معنى سبولنا
السبل وجمع سبيل إلى هاي مورن لأن هدينهم سبيلنا سبيلنا وضد أيضا كهانونين مورن سبلنا أبو إلى هاي ودوين كي يجان كهانونين حق صلاة سيد وضد هو نكسنا إلى هاي لو عباد يستوى إلى هاي كهانونين حق الزكاة طريق هو نكسنا حول الله بحياء إلى هاي كهانونين حق الدنيا وحي الله يسكو خلافة طريق أقول توصل إلى هاي وضدك كهانونيو أيه ربك كهانونين لأن هدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إلهي سبحانه وتعالى وحمعوغ إيهي وبالنصر وتوفيق وتأييد إلهي وحمعوغ كيهي ضدك محسنين تعف إيسما فلا ياشا إلهي عبادي استسد إيهو إلهي أركيا ولا ليال تلا أهان قضبك اللبار أين إلهي سبحانه وتعالى كحرنا أنه وأين مجاهد النفتين الله قال قضبك صدح هذا إنه قدم بيه والبعد عن المعاصي dambiyada aynu ka fogaano mid arab laga yiraaha ahaado ama mid xubnaha laga sameeyaha ahaado ama mid uurka laga fikiraha ahaado wixii macaasi ah ee dunuub ah ilaahay dartii aynu uga dheeraano hada wa sallu wa sallimu ala al mab'uth rahmatan lil alamin imtithalan bi qawlihi ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima